أول مرحلة دراسة المتطلب لذلك وهو التعليم الأساسي أو عدم اللياقة الطبية سواء كان جسمية أو في تعاطي أي مواد مخدرة أو أحكام جنائية تمنع من ترشح حقوق المدمر. عندنا بالنسبة للقوائم تقدم المحكمة هي في حكم مصر، الجمهور، التحالف الجمهور للقوى الاجتماعية، تيار الاستقلال والجبهة المصرية. بعد فحص هذه القوائم